السيد محمد زيدان كبير استراتيجي الأسواق بشركة أوربكس للحديث حول كل هذه البيانات. مرحبا بك سيد محمد. يعني يبدو أنه العالم داخل بإشكاليات كثيرة، يعني من طرف فيما يتعلق بقطاع الطاقة هناك تأزمات في الشرق الأوسط، من طرف أيضا لدينا أمريكا، لدينا الصين وقطاعها التصنيعي. ما الذي يجذب المؤشرات أو حتى التداولات في مؤشرات الصين أو بيانات الصين؟ هل هي قلقة حول مستويات نمو القطاع التصنيعي؟ هل هناك قلق أيضا حول مستوى النمو الاقتصاد بشكل عام بالنسبة للصين تحديدا؟ شكرا لاستضافتك. بالفعل هو في الساحة دلوقتي كتير من المتغيرات سواء الاقتصادية أو الجيوبوليتيكال موجودة على الساحة وبتؤثر على الأسواق بصورة أو بأخرى. الصين بحد ذات، الصين من الفترة الأخيرة كانت بتحاول تعمل لاندنج ريفورم أو سوفت لاندنج عن طريق توسيع مثلا الشادو بانكينج كنترولز بضخ مزيد من السيولة لتقليل البنك ريزيرف أو الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي عندهم. كل ده كان بيساعد الصين، أو الصين تسعى دائما إلى زيادة الطلب الداخلي واعتمادا على الطلب الداخلي أكثر منه اعتمادا على الطلب الخارجي حتى لا تكون متعرضة للتغيرات في اقتصاديات الدول الأخرى أو السياسات النقدية للدول الأخرى. الصين بالفعل نعم هي ممكن تكون قلقة، ممكن يكون النمو الصناعي خجول إلى حد ما، بس ما زال في نمو، يعني النمو موجود. اللي تأثر بالتأثرات السياسية وخاصة الركود اللي شاهدته بعض الدول الأوروبية كإيطاليا على سبيل المثال، أو عدم النمو اللي شهدته ألمانيا أو فرنسا، بتؤثر بطريقة سلبية على الصين. ولكن الصين الحكومة لها عديد من الريفورمز أو الإصلاحات، يعني واضح أنه شكل الاقتصاد، يعني أنه المصطلح اللي عم يستخدم أكثر هو الإصلاحات، حتى ليس فقط على الاقتصاد، حتى على مستوى الدفاع والجيش. طيب هناك أيضا بعض البيانات التي بدأت تشير أنه الإجراءات الحمائية التي تقوم بها الصين قد يعني تكون مؤثرة سلبا على القطاع التصنيعي، انه كثير من المصانع بدأت تخرج من الصين، ولاحظنا انه على قائمة هذه الشركات شركات أمريكية، شركات يابانية، وحطت ضمن لوائحها يعني عقوبات قاسية على هذه الشركات. هل برأيك الصين ستغير من سياستها وهي ستكمل في هذا الأمر، ولا تعنيها يعني ان تجذب مزيد من الشركات الى أراضيها؟ لا، الصين دائما تعتمد على التصنيع، الصين هو ذا فاكتور اوف ذا وورلد او مصنع العالم بتاعنا. هو الى حد ما خروج الشركات غير السياسات اللي اتخذتها، السياسات القويه اللي اتخذتها الحكومه، كان لحد ما ارتفاع اليوان اسف، وبالتالي كان الكوست في او التكلفه ازدادت على المصانع، فلقوا ان في ميزه تنافسيه ان هم ينقلوا مصانعهم او وحداتهم الى مناطق اخرى. فده كان لحد ما قرارات الشركات الى سعيا الى خفض التكاليف عليهم. الصين ستظل يعني المصنع العالمي، ستظل اقل تكاليف في العالم. ممكن الطاقه اثرت الى حد ما، وارتفاع اليوان، ارتفاع الويجز او الاجور في الصين اثرت على تكلفه بعض الشركات، ولكن بصوره او اخرى الصين سوف تقوم، عندهم هم فلكسبيليتي او مرونه جدا ان هم يعملوا ادجستمنت او تعديلات في سياستهم لاجذاب الاستثمار، ولكن هم برضو مركزين تماما على زياده الطلب الداخلي بصوره كبيره، ونمو الطلب الداخلي ان هو هو اساسا السياسه الذي يتبعها اغلبيه البنوك. كل دائما يسعى الى فك لحد ما الارتباطات الى حد كبيره بالاسواق الاخرى. نعم هي مهمه بالنسبه لهم، ولكن الطلب الداخلي هو الاهم، والكونسبشن او البيرسونال كونسبشن الاستهلاك الداخلي. نعم، يعني ويبدو ان شينزو ابي يتعرض لبعض الانتقادات، قالوا ان الكثير من وعوده التي اطلقها في 2012 ما تزال حبرا على ورق، واليوم غير، يعني ادخل العنصر النسائي بقوه الى الحكومه. هل هذا سيلطف ربما من ردود الفعل السلبيه لما يحدث في الاقتصاد الياباني؟ كيف ترى يعني شكل الاقتصاد الياباني في هذه المرحله مع مزيد من الضغوط من الانكماش؟ لم يستطع هذا الاقتصاد فعلا ان يخرج من حاله الركود؟ لا، هو الاقتصاد الياباني تحسن، ولكن بليس الصوره اللي هو نوت فاست انف، بليس سريعا بصوره كافيه. الاجراءات اللي اتخذتها البنك المركزي او اب ايكونومكس او شينزو ابي، الاجراءات اللي اتخذها على فتره طويله قد ساعدت على النمو والتضخم الى حد ما. عمل تاكس هايك او زياده ضريبه المبيعات في ابريل السابق كان برضه ليه يعني سلبيات على الاقتصاد والارقام الاقتصاديه الاخيره، زي مثلا نفترض برضو زياده الاجور بقى لها 13 شهر في انخفاض مستمر. الجي دي بي اجمالي الناتج القومي 6.9% انخفض، واقتصاد اليابان محمل بالديون
أكثر من ضعف الناتج القومي، فبالتالي الاقتصاد الياباني هو ليس سريعا كفاية، ولكن هو في نمو برضه أو بيحقق أهدافه بصورة متباطئة. برضه هو الضغوط الخارجية أكثر منها داخلية، فالاقتصاد الياباني عليه كثير من الحمل. الأسواق تقبلت التغييرات الحكومية الأخيرة، شفناها على الدولار يعني تجاوز المستويات القوية 105 وشفناها مرة أخرى، وده دليل أن الأسواق نفسها متفائلة، وكثير من العمليات الشراء على الدولار وبيع الين يعني تفاؤلهم بخصوصا تعيين شيوزاكي اللي هو الوزارة المسؤولة عن أكبر بنوك الصناديق السيادية أو صناديق بنشن فوند، واللي هي أساسا استراتيجيتها كانت ترتكز دائما على الاستثمار في الأسهم والسندات الداخلية أو اليابانية، ودلوقتي استراتيجيتها الجديدة على مور ريسك أسيت أو تحميل صناديق أو تحميل أصول ذات خطورة أعلى، يعني هيتجه أوفرسيز، وبالتالي ده سيزود طلب على العملات الأخرى مقابل الين، فبالتالي الأسواق تقبلت هذه الاستراتيجية الكبيرة، تقبلت هذه اللوبي والتحركات الحكومية بصورة جيدة. يعني الاقتصاد الياباني سيستمر سينمو، عمليات تأثير الكم الضخمة اللي هم بيعملوها ستستمر وستزيد في الفترة المقبلة. بكرة هنشوف السياسة، هنشوف بيان البنك المركزي، ولكن الاقتصاد الياباني سينمو، سيمر ببعض الضغوطات كتير كل الاقتصاديات في العالم تمر بها، يعني الكورليشن اللي بينهم عالي جدا يعني، وخصوصا فيما يتعلق ايضا يعني ذكرت فيما يتعلق بالصناديق السياديه، صناديق التامينات المعيشيه التي كان لها دور كبير في الجزء الاول من هذا العام، والتي قالت انها تريست حاليا، هي توقفت عن عمليات الشراء ربما لعمليات ضخ جديده تبعا للاجراءات الاقتصاديه او حتى التغيرات الوزاريه الحاصله في هذا البلد. ننتظر ايضا مزيد من التفاصيل معك سيد محمد فيما يتعلق بالقطاع السلع وايضا العملات، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا مشاهدينا. إغلاق السوق القطري برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار. للإعلان على شاشة سي ام بي سي عربية يرجى الاتصال على الأرقام التالية. نجمع المعلومات، نقارن الروايات، نتأكد من صحة الوقائع، نضع الأحداث في سياقها ونتأمل معناها، ثم نصوغه ونرتبه ونقدمه لك لتعرف الحكاية كلها في ربع ساعة. التقرير على شاشة سي ام بي سي عربية. ما الذي يمكن أن نستشفه أيضا من تحركات على المعادن الثمينة، وإضافة لذلك التحركات القوية التي تجري على الزنك والألمنيوم؟ يقولون أن هناك غياب لأي معلومات، وتبرر التقارير الإعلامية أن هذه الارتفاعات فيما يتعلق بالمعادن الأساسية مردها للمضاربات، مستثمرين كبار يشترون بشدة على الألمنيوم، عقود الألمنيوم وأيضا الزنك. نلاحظ أن هناك اختلاف في تصرفات هذه المعادن بالمقارنة مع النحاس الذي دائما ما يستمد أخباره وتغيراته من القطاع الصناعي الصيني. النحاس يشير إلى نوع من التراجعات، لكن الألمنيوم يشير إلى ارتفاعات، ويقال أنه هي الارتفاعات الأقوى خلال أشهر ومتواصل عمليات الشراء وأيضا المضاربات على هذه المعادن. الذهب يشير إلى نوع من التماسك حاليا، ولكنه طبعا يبتعد عن منطقة 1280 دولار لكل أونصة، حاليا هو عند 1267 دولار للأونصة. الفضة ما يزال تحت منطقة 20 دولار إلى 19 دولار و 23 سنت. البلاتين يشير إلى 1411 دولار. نعود إليك سيد محمد، يعني واضح أنه هناك متغيرات واضحة، وهذا تعطينا قراءات من يشتري إذن على المعدن، معادن كالألمنيوم والزنك. هل لدينا نوع من الأداء المضاربي، تحاول ربما أن الصناديق الاستثمارية أن تستفيد من فرصة
من فرصة الهدوء التي نراها على أسواق النفط؟ يعني منذ فترة والنفط يشير إلى تراجعات، هل هذا يعطي دلالات أنه على ربما التداولات والاستثمارات الكبيرة تذهب إلى معادن أخرى؟ هو السلع دلوقتي غير الاول، السلع لحد ما او كوميتيز تريدنج اختلفت، فكل سلعه ليها السيناريو الخاص بها. لما نتكلم على الذهب على سبيل المثال، الذهب كان فتره كثيره يستخدم كملاذ امن. دلوقتي نشوف ازمه اوكرانيا ما زالت لم تاخذ شكل معينا، لم تتطور ولم تتحسن، ولكن الذهب ما زال في الانخفاض. طبعا انخفاض الذهب يعود الى كذا سبب، اولا الطلب الفيزيكال او الطلب على الذهب نفسه انخفض بصوره كبيره، الاي تي افس للذهب برضه منخفضه، قوة الدولار أكثر منها كثيرا، فالذهب بيقابل ضغوط انخفاضية قوية في الفترة الأخيرة. الألمنيوم والبلاتينيوم والسلع الأخرى نعم هي إلى حد ما سيولة تضاربية، وخاصة كمان أستراليا إلى حد ما في ريفورمز أو إصلاحات هيخفضوا إلى حد ما الضرائب على التعدين وغيره، وده بيدي برضو دفعة للمستثمرين إلى الدخول إلى هذه الأسواق، سواء على سوق هيتش فاند، سواء بيلعبوا على فروق أسعار أو بناء مراكز طويلة. أما الفترة الحالية وآخر ربع سنة لاحظنا أنه يعتبر من أفضل سيولة موجودة في الأسواق العالمية، وخصوصا أسواق العملات أو أسواق السلع، على مر سنتين يعتبر السيولة كانت ضعيفة ولحد ما بدأت تتحسن، وده دليل أن الصناديق السيادية والصناديق الاستثمارية الكبيرة بتبدأ تبني مراكز وتتخارج من مراكز أيضا، وبالتالي المراكز اللي بحثا على العوائد طبعا بأقل درجة مخاطرة تتحملها. وده اللي بيواضح عندنا الكورليشن، ما دام الكورليشن بيقل أسعار بتتحرك بصورة سريعة وبصورة مختلفة عن بعضها، معنى كده في تقارب وتداخل accumulation distribution لبعض السلع في الصناديق الاستثمارية والمحافظ الكبرى. طب لنتحدث، يعني كونك ذكرت الأزمة الأوكرانية وكيف تحتسبها الأسواق، خصوصا أننا مقبلون على فصل الشتاء، بعض ربما الانتقادات أو حتى التوقعات السلبية من مسؤولين أوروبيين متخوفين مما يمكن أن تلجأ إليه روسيا. أنا نلاحظ أن النفط متماسك رغم طبعا الاشتعال، الأزمات المتواصل في الشرق الأوسط، البرنت عند $100، لكن الأمريكي الخفيف عند $93.40. كيف ترى تتجاوب أو تعامل الأسواق خصوصا الأوروبية مع هذا، مع الملف الأوكراني الساخن الذي ما يزال ساخنا؟ بالطبع ما زال ساخنا. النهارده الصبح حتى القوات الروسيه بدات بتضغط بعض التدريبات العسكريه كما راينا في الانباء او الاخبار، وده دليل ان في تطورات، ولكن هو نوت لاينر ديفلوبمنت، او هو مش تطور بشكل مستقيم او بشكل ملحوظ، يعني ما نقدرش نقول ان هي ستزداد سوءا ولا ستتحسن. اللوبي نيجوشيشن او مفاوضات ما وراء الطاوله هو اللي مسيطر على الجو هناك. ليس في مصلحة روسيا أو مصلحة أوروبا المقاطعة، سواء على ناحية الطاقة أو ناحية التجارية. نتكلم من ناحية الطاقة أولا، أسعار النفط لم تتأثر كثيرا في الفترة الأخيرة، خاصة أن احنا لاحظنا أن هو الرينج $90 $95 هو الفير برايس بالنسبة لحالة الاقتصاد العالمي. وكمان نلاحظ ان مفيش الامدادات متوفره ومستمره، حتى بازمات الشرق الاوسط ما زالت الامدادات والاوبك بتصدر براميل نفط بصوره كافيه بما يستوعب الاقتصاد الامريكي او يستوعب جميع الاقتصادات الكبرى. فبالتالي اسعار النفط لحد ما سعرت المخاطر وسعرت مور سبلايرز، فبالتالي الفير برايس هنا مش هيحصل تغير في الاسعار الا ما كان في تطور ملحوظ بصوره كبيره. احنا برضو الازمه الاوكرانيه والروسيه نعم انها تطورت وما زالت سبوت، ولكن برضو ما خدتش حيز جديد من الاجراءات، ما فيش اي حاجه حصلت سواء ايجابيه او سلبيه، فبالتالي اسعار النفط متقبله دي برايس ات، وبرضو في نفس الوقت الفير برايس والامتدادات متوفره بصوره كبيره في كل النواحي. اشكرك محمد زيدان فعلا على كل هذه المعلومات. نذهب الى فاصل قصير مشاهدينا.